السلام عليكم. صراحة شرف كبير جدا إني أكون متواجد معاكم اليوم في الرياض. شكرا في البداية على حضوركم، وشكرا للمنظمين على الدعوة. بعد فوزي بجائزة رولكس للمشاريع العالمية، تشرفت بمقابلة مستكشف حقيقي اللي أصبح لاحقا صديقي ورفيقي الإيطالي فرانشيسكو ساورو. في خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا كنا دائما نتبادل أطراف الحديث عن اكتشافاتنا العلمية واهتماماتنا وأبحاثنا، ولكن مرة من المرات قال كلمة وشد انتباهي بشكل رهيب. قال احنا ما نحتاج نروح للمريخ عشان نكتشف شيء جديد او مكان جديد. بالنسبة لي هذه كانت صراحة لحظة بديت اسأل، هل فعلا في وجود التقنيات الحديثة مثل جوجل مابس او الدرونز في اماكن في العالم لساعها لم تكتشف بعد؟ أماكن بكر إلى اليوم ولم يطأها قدم بشر؟ بالنسبة لي كان السؤال جدا صعب، ولكن بسبب هذا السؤال قررت أني أبادر وأشاركهم في أحد رحلاتهم الاكتشافية العلمية وأعرف فين هم بيروحوا. ذهبنا لأماكن فعلا بعيدة عن أرض الوطن لم يلمسها بشر قبل كده، وكانت بالنسبة لي خبرة جديدة أحب أشارككم بعضها. دخلنا إلى كهوف في أماكن مختلفة في العالم، ولكن اليوم أحب أشارككم برحلة لجنوب القارة الأمريكية بين البرازيل وفنزويلا. دخلنا لكهوف كانت غريبة. الرحلة بدأت بسفري عن طريق 4 قارات. مدة الرحلة كانت في حدود 6 أيام متتالية من السفر المتواصل، وللأسف ما كان كل الرحلة على طائرات تجارية كبيرة وفيرست ولا بزنس كلاس، كان أغلبها بطائرات عادية طبعا، وسافرت كمان بطائرات صغيرة سيسنا. هذه الصورة بالذات لطيارة يعني كان لي اكسبيرينس مميزة فيها. سافرت في هذه الطيارة 4.5 ساعات من السفر المتواصل. طبعاً اللي يعرف الاستثناء يعرف أن الطيارة تتأثر بالرياح بدرجات الحرارة، يعني ممكن خلال الرحلة تقعد طول الوقت هي بتلعب، وهي بتلعب بطن لعبة 4 مرات عزكم الله. أغمى علي من كثر ما دخت في الطيارة 1/2 ساعة، صحيت بعدها قلت خلاص الحمد لله كذا شكلي نمت لي 4 ساعات. طلعت في الجي بي اس لقيته لسه باقي 3 ساعات على وصولنا. للأسف الشديد هذه ما كانت التجربة السيئة الوحيدة مع الطيارة. في الحقيقة أول ما جينا وجينا بنطلع على الطيارة ركبنا وجلسنا على الكراسي، جاء الكابتن يبغى يشغل الطيارة الخردة هذه، فشغل السلف الطيارة ما اشتغلت، حاول مرة ثانية ما اشتغلت، فاضطرينا ننزل من الطيارة عشان يرفع الكراسي اللي تحتها البطارية ويسوي لها اشتراك. فتخيلوا هذه هي الطيارة اللي حتطلع فيها وتسافر 4.5 ساعات. هذه ما كانت الطائرة الوحيدة، ولكن أيضا بسبب صعوبة الوصول لقمة جبل الآوين تابوي اللي موجود في خلفية الصورة اضطرينا نركب هليكوبتر وينقل معداتنا وينقلنا احنا أيضا لسفح الجبل. الجبل عالي جدا، ارتفاعه عن سطح الارض في بعض الاماكن يكون اكثر من 500 متر، وما له اي طريق ممكن وصول عن طريق السيارات، ما في اي طريق معبد او طريق ممكن الناس تتسلقوا منه، فالطريقه الوحيده انه فعلا طيران عن طريق الهليكوبتر. رحله مدتها تقريبا 45 دقيقه احب اشارككم هي في 30 ثانيه. اذا تكرمت كنترول شغل الفيديو لو سمحت. Say, hit the road.
ما وصلنا لسفح جبل الأوين تبوي وشفت شكل المخيم ألوانه ساطع وجميلة. الأوين تبوي هذا شكل الجبل وهو معروف عالميا إنه هو مقر أعلى شلال في العالم، معروف باسم الأنجل ووترفول. استمتعت بضوء الشمس والجو الرائع لدقائق معدودة قبل ما أبدأ في رحلة نزولي لمدخل الكهف، تسلق نزول، وكان تقريبا ساعة ونص من التسلق النزول المتواصل إلى أن وصلت لمدخل الكهف. وفعلا في هذه اللحظة فعلا ودعت ضوء الشمس ودخلت للمجهول. مشينا في ممرات كانت غريبة، وعدينا في أماكن وممرات كانت واسعة وكبيرة. هذا مثال في الجزء الأيسر من الصورة، حتلاقوا أوبجكت لونه أحمر، هذا شخص. فلكم أن تتخيلوا حجم الكبير للغرفة اللي كانت موجودة جوة الكهف. ولكن أيضا اضطريت أمشي في ممرات ضيقة كان لازم أزحف من خلالها. هذه صورة سيلفي التقطتها احتفالا بعد ما قديت أفك الهلمت اللي انعزقت في الممر هذا. طبعا الهلمت انعزق بعدها، كتف انعزق وسوون، فالموضوع يعني فعلا ضيق وطلب مني زحف متواصل إلى أن أوصل. ولكن كان فعلا ورثت، لأنه وصلنا الأماكن كانت جميلة وغريبة، تشكلات ما قد أتوقعت أشوفها بحياتي. فعلا شفت قدرة أو قوة الماء على تشكيل الصخور، القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للماء عشان ينحت بها الصخور على مدى ملايين من السنين وتطلع بهذه الأشكال الفنية الرائعة. البيئة اللي أنا كنت موجود فيها، التشكيلات الصخرية، لبسنا، الخوذ، الإضاءة بيننا وبين بعض، شكل التشكلات الصخرية فعلا كانت توحي إنه إحنا ما إحنا موجودين على كوكب الأرض. تشكلات ما قد تخيلت إني أنا ممكن أشوفها أو قد شفتها قبل كده. وصلت لأماكن كانت مزعجة بشكل خرافي بسبب أنهار تجري داخل الكهف وتسبب صدى وضوضاء. وهذا مثلا صورة أخرى لشلال فتح فتحة اللي في سقف الكهف وصار ينزل من للكهف، وأرضية الكهف هنا تملت بالماء بسبب الشلال هذا وأكتف لرانينج. ولكن وصلت أيضا لأماكن كانت قمة في الهدوء، لدرجة أنا كنت ممكن حواسي بدأت تتلخبط. فعلا من قمة الظلام والهدوء عيني بدأت تدمع بشكل غير معقول، بديت أحس أنه عقلي يحتاج يسمع صوت، صارت دقات قلبي تزيد تبغى تسمع. فعلا كنت حاسس أنه في لحظة ممكن أسمع دقات القلب من كثر كمية الهدوء. الحمد لله في خلال هذه الرحلة جمعنا عينات من جبل كبير يتكون من ترسبات طينية، من برك على سطحها كان في زي الغشاء اللي اكتشفنا بعدها ان هي اصلا ميكروبات عايشه على سطح البركه هذه ملايين السنين، على ماده لزجه بنفسجيه في كان شكلها فعلا غريب. هذه التشكلات ميكروبيه موجوده على جزء على صخره واحده فقط في خلال اكتشافنا للكهف، ما قد لقيناها في اي مكان ثاني. هذه برضو بودرة شكلها لونها أبيض، ولكن اكتشفنا بعد أن هي أيضا مستعمرات ميكروبية موجودة تحت الصخور. أنا قضيت داخل الكهف تقريبا 4 ليالي 5 أيام نمنا فيها، دخلنا أماكن ما قد فعلا وطأها بشر، وكانت عندنا أدلة علمية تثبت هذا الشيء، لأنه التشكلات الصخرية اللي تكون موجودة على الأرض تكون بعضها كريستالات بسيطة، وهذه الكريستالات جيولوجيا تحتاج ملايين السنين عشان تتكون، لأن هي ترسبات وكوندنسيشن لمعادن موجودة في التربة وتحتاج وقت طويل. فلما تكون موجودة تثبت أنه
وموجودة بشكلها الطبيعي، فما أحد مشي عليها وكسر عليها. وإحنا فعلا خلال مشينا للأسف الشديد كنا نضطر أن ندمر بعض من هذه الترسبات، ولكن في سبيل العلم. ولكن الشيء الجميل أنه فعلا إحنا كنا نمشي على أماكن إحنا البشر الوحيدين اللي مشينا عليها. الكهوف هذه لها ملايين السنين، والحمد لله أنه ربنا أكرمني أنه أنا صليت داخل هذا الكهف الفروض. فمو بس أنه الحمد لله كان أنه العربي الوحيد الموجود في الفريق البحثي، ولكن أيضا قدرت أنه أمارس عبادات داخل الكهف بطريقة حسيت بروحانية غريبة، لأن المكان فعلا تستشعر فيه عظمة الخالق عز وجل. ولكن في المقابل العيشة داخل الكهف، النوم، الزحف، المشي، التعب، ما كان سهل، كان فعلا تحدي نفسي وجسدي عظيم. ولكن إيش السبب الأساسي اللي خلاني أقوم بهذه التجربة والرحلات؟ عشان أجاوب على هذا السؤال اسمحوا لي أتكلم معاكم عن جزء كبير من حياتي. أستغل آخر تقريبا 10 سنوات من حياتي أعظم معظم وقتي وجهدي وتفكيري. بعد اكتشاف المضادات الحيوية عن طريق البروفيسور ألكسندر فليمينغ، وبالذات عقار البنسلين اللي حصل على جائزة نوبل بسببه، مضادات حيوية جديدة بعدها تم اكتشافها، وهذا الشيء غير الطب تماما ونقلوا الخطوة جديدة ساهمت كثير في الحفاظ على حياة الملايين من البشر. ولكن للأسف الشديد اليوم البشرية مهددة من ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، وأصبحت لا تتأثر بالمضادات الحيوية زي السابق. هذا الشيء هدد إنه ينقل البشرية لمرحلة ما قبل المضادات الحيوية. إحنا الآن بنعيش في فجر لعصر جديد تصبح فيه العدوى اللي كانت ممكن نعالجها في السابق ما نقدر نعالجها بعد اليوم بسبب الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. بسبب هذا الموضوع القيادات حول العالم، القيادات الصحية حول العالم، أبدت اهتمامها ومبادرتها لمقاومة هذا الخطر التهديد. فمثلا هنا أنا حاول أترجمها، المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية دكتورة مارغريت شان قالت: مرحلة ما بعد المضادات الحيوية هي مرحلة نهاية الطب بالشكل اللي نعرفه اليوم. إصابات بسيطة بالتهاب في اللوز مثلا أو جرح في طفل في ركبة طفل قد تعود كما كانت في الماضي من أحد مسببات الوفاة. إحنا اليوم ما نفكر في أهمية في هذا الموضوع، لأنه فعلا بالنسبة لنا التهاب اللوز ما هو شيء، لكن في الماضي إلى تقريبا قبل 80 سنة أو 90 سنة كان هذا قاتل. التقديرات تقول إنه في عام 2050 10 مليون حالة سنويا حتموت بسبب الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. هذا الرقم يعني شخص كل 3 ثواني سيموت بسبب الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. طبعا من خلال 10 سنوات اللي قضيتها في الأبحاث أتعاملت مع ميكروبات كثير، بعضها كانت مقاومة للمضادات الحيوية بشكل ذكي، بحيث أنها أصبحت مقاومة لبعض المضادات بحيث أن ما نقدر نكتشفها، والبعض الآخر لقيت أنه فعل مقاوم لجميع أنواع المضادات الحيوية. هذا كان محور نقاشي مع فرانشيسكو في خلال اللقاءات وفي خلال أبحاثنا، وكان لازم نعرف كيف الميكروبات هذه تطورت عبر الزمن عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال بشكل حقيقي. لازم نرجع بالزمن اللي وراء، ناخذ عينات من الميكروبات الموجودة في السابق
ونقارنها بالميكروبات الموجودة حاليا ونعرف كيف تطورت البكتيريا. للأسف الشديد ما عندنا آلة زمن نقدر نسافر فيها، ولكن عندنا الكهوف. الكهوف هي نافذة للماضي نقدر من خلالها نعرف التاريخ وندرسه. افترضنا علميا أن الميكروبات الموجودة داخل الكهوف هي ميكروبات تمثل الميكروبات الموجودة في الماضي بسبب عدم تعرضها لمضادات حيوية جديدة أو للبشر، فما تطورت من نفسها وأصبحت بالميكروبات اللي بنشوفها الآن. وأيضا الميكروبات الموجودة في الكهوف بتتعايش مع بعض على مدى ملايين من السنين، فبما أنه الميكروبات الموجودة في بما أنه هذه الكهوف لم تكتشف بعد، قد نكتشف مركبات كيميائية جديدة على هيئة مضادات حيوية الميكروبات بتفرزها عشان تحافظ على نظامها البيئي بدون ما تأثر على جارتها الميكروبات الأخرى. وهذا إن شاء الله يساعدنا على يساعد في حربنا ضد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. الشيء الثاني اللي أنا أحب أشارككم فيه في هذه الرحلة إنه في أربع دروس حياتية تعلمتها وأحب أشارككم فيها. في هذه الرحلة تعلمت مدى أهمية وقوة مهارات التواصل. إذا أنا وفرانشيسكو ما استخدمنا مهارات تواصلنا وتكلمنا مع بعض وشاركنا أفكارنا واستمرنا بالتواصل سواء وجه لوجه أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل، ما كنا وصلنا هذه المرحلة من الأبحاث. الشيء الثاني أهمية تقاطع التخصصات ومدى قوة تقاطع التخصصات. أنا باحث بروفيسور مساعد في الأحياء الدقيقة الطبية، بتعامل مع بروفيسور في الجيولوجيا. هذا الشيء تخصصين مختلفين تماما، ولكن بدون ما نتعاون مع بعض ما نقدر نجاوب على أي من أسئلتنا. اليوم للأسف الشديد إحنا موجودين في مجتمع فيه له كثير من المشاكل اللي تحتاج حلول، وبدون ما نوحد تخصصاتنا بعض ما حنقدر نساعدها. الشيء الثالث أهمية الخروج من منطقة الراحة. أخذت لحظة فقط عشان أقرر أفسخ اللاب كوت النظيف حقي، أخرج من المبنى المكيف، أقول مع السلامة لأهلي، وبالمناسبة زوجتي موجودة معاكم فأتمنى تدوها تحية، لأنه فعلا أشكرها هي وأهلي ووالدتي ووالدي وأخواني على دعمهم المستمر. وأتجه لمرحلة فعلا صعبة لمكان غريب ما أعرف عنه أي حاجة، وهذا بالنسبة لي كان مهم جدا عشان أقوم بهذه المبادرة، خروجي من منطقة الراحة. والشيء الأخير الدرس تعلمته منكم أنتم، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي عشان أوثق جزء من هذه الرحلة. تفاجأت وصدمت بكمية المتابعة الموجودة منكم. هذا الشيء علمني شيء واحد أساسي، إنه مجتمعاتنا العربية في حاجة ماسة جدا لمحتوى علمي ممتع يساعدهم على فهم المعلومة وفي نفس الوقت ممتع لهم. الجزء العلوي من الصورة صوري مع أصدقاء، اللي في اليسار جيمس كاميرون مخرج فيلم تايتانيك، هو أيضا مستكشف دخل لأعمق نقطة في البحر. في الوسط براد نورمان وكيفن هاند، براد باحث للأسماك القرش وكيفن هاند أستروبيولوجيست أو عالم أحياء فضاء في ناسا، وبراين كوكس أستروفيزيست أو فيزيائي للفضاء. الشيء المشترك بين هذول الأشخاص كلهم إنه كلهم مشاهير علماء، استخدموا وقت جزء كبير من وقتهم عشان ينتجوا محتوى علمي وثائقي يفيدوا به مجتمعاتهم ويبسطوا المعلومة العلمية. هذا الشيء اللي احنا نحتاجه في مجتمعاتنا. ومن هذه المنصة انا ادعو المنتجين والعلماء والمستثمرين انهم يبادروا وينتجوا محتوى بهذا الشكل، واتمنى انهم يستخدموا هذا الشيء. شكرا لكم جميعا.